وتعالوا ناخد اول سؤال من الاستاذه ساجده من القاهره. استاذه ساجده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعمه الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك لك بجد. انت البرنامج بتاعك يعني جميل ومستفيد جدا، جزاك الله كل خير. ربنا يحفظكم ويعزكم ويبارك فيكم يا ستي، اتفضلي. الله يعني، لو سمحت انا ليا سؤالين. اتفضلي. في آية في القرآن الكريم بتقول لا تمسوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فأتمنى محسوس ما أمركم الله. طيب أنا على العموم أنا عرفت يعني كده، لأن الصوت مش قوي، ولكن طبعا. ولكن نسائكم حرث لكم، أظن بتتكلم عن هذه الآية، اتفضلي. لا، فإن تطهرن فأتوا حرثكم أن. طيب أن شو؟ لها علاقة بالطهارة. أيوه بالظبط، يعني لو بالفرد يعني موضوع الحيض، وإن لو حصل جماع في وقت الحيض إيه العقاب وإيه الكفارة؟ طيب حاضر يا ستي، هجاوب على حضرتك. طيب اولا، الجماع وقت الحيض ده بلا شك متفق عليه بانه حرام، لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتجنب النساء في المحيط. طيب ايه اللي حصل؟ العلماء قالوا ان دي اثم ومعصيه، ولكن وردت كما ورد في حديث سيدنا عبد الله بن عباس وغيره من الاحاديث، ان بيفرقوا ما بين ان ده يحصل في أول الحيض وإن ده يحصل في آخر الحيض. فالكلام على أنه عليه أن يتصدق بربع دينار. الدينار أربعة جرام ذهب وربع، فكأنه يتصدق بما يساوي جرام ذهب. ليه طيب؟ ليه كده؟ عشان الحقيقة يخرج من هذا الإثم، طب هل ده واجب؟ الحقيقة هو إثم، واللي متفق عليه ان هو اثم، لكن اختلفوا في مسألة ماذا؟ التصدق بهذا المقدار. نعم.